هول تيزر بس what to expect. هاي توني. هاي صباح. رجعنا عن توني. رجعنا عن توني ناطر هيدا اللحظة من صلي فترة. توني أبو شادي اللي هو بجل الدب اللقمة غير شكل البيض الفري غير شكل البيض مع لية الغنم اللي ما حدا تاني بيعملها وأكيد من بعد ما برامت يعني فينا أقول أكثر من 80% من لبنان أهم بليلة بالبلد. استحي شوي. توني خبرني شوي هيك يعني بأول شيء من ميل حقيقة من ميل شوي بتفاؤل يعني إنه خليت الأمور اليوم فول حمص كان صحن كنا نقول فقير كان بألف ليرة وبألفين ليرة اليوم عم نشوفه بعشرة يعني للأسف. خبرني كيف عم تضاين شو الأمل ليك هلا بدك تنسى رقم كل الأرقام بدك تنسى لأنه ما في رقم بيعطي قيمة كلي يعني سهل نقول اوكي بعشرة عندي معنى حقيقة انا هلا عم بشتغل كلنا مش بس انا مش بدك كل المطاعم هلا عم تشتغل لتكمل تحت تبع السكة تحت تقدر هلا مزبوط اسمها هي مصلحة خدمة حقيقة كتر خير الرب عم نأمن للعالم بعد اللقمة الطيبة اللي بضاعة نظيفة المرتبة ومشي بس تبع السكة ونضلنا موجودين حرام مصاري عمره 30 و40 سنة تتدهور باقيين بإذن الله وبدي تنتبه شغل كتير مهمه شغل كتير هلا في خوف بعد بيقولوا كذا أنا ما بقاكل لبنان عنده شغل كتير حلوة في عنده 4 مليون لبنان هون وعنده 30 مليون برا يعني هدول 30 بس يلاقوا لبنان صار منيح بيطبوا 30 لهون بيشيلوا هون انتهى إن شاء الله يا رب خمسة والله 5 دقايق بحياة الرب إن شاء الله إن شاء الله 5 دقايق أنا كفيني أقول لبنان طيب انا توني جاي اليوم لك ميرسي اقول لك اول شيء ما بعرف عم تتابع شو عم بعمل شو اخر شيء حضرته الحجي تبع معاصر شو طبيعي معاصر تعال وخبرني قلت لي حضرت صيدا كمان حضرت صيدا كثير انا عجبوني الشباب صيدا اندفاعهم وقوتهم وركضهم حلو طيب يلي ما عم بيلحق شو عم بعمل او يلي هيك برجع بذكركم من شهرين كنا قاعدين على هيدي الطاوله وبلشنا مبادره سوا اللي هي اسمها كورو طعمه هي الكورو طعمه بلشت هون بلشت بطريقه كثير صغيره مع توني بس خبرك هلا شو رح يصير يعني بلشت بطريقه كثير صغيره مع توني انه اللي بياكل ب 20000 بيترك 20000 بنجمع 40 يلي حدا بيقطع بنعطيه صحنين فول بلشت بهالقد بساطه وهالقد خفيه اليوم كورو طعمه صاروا بيعتين من برات لبنان اكثر من 50 مليون ليره من ورا فكره هيك ركبت على هاي الطاوله من ورا انه بس نطعم الناس صحن فول والعالم اللي برات لبنان اللي عبالها تساعد لبنان وتدعم الناس اللي ما معها تاكل صارت تبعت مساعداتها ووزعناهم بالمحلات المضبوطه وبعدها عم كفي فانا جاي اقول لك ميرسي من قبل كل العالم حبيبي انه هاي الفكره اللي بلشت بكتير بساطه طلعوا وين وصلت بلشت هون على هذا التابلو كل الناس اللي بدها اللي مش قادره تاكل بتحس حالها عم تاكل كرامه بتيجي بتاخذ ورقه وبتاكل فيها وكل شخص بده يعطي حدا مثلا هون مكتوب عادل سعادل حاطط قادر يطعمي 10 20 شخص اللي هن يعني شوي مثل مصاري وهميه انت معك خبر انه عادل هو صاحب عادل صاحب الفكره خبرنا عن عادل عادل شاب كثير طيب ما في احلى عادل اجى مره كان عندي قال لي عم بحكي انا وياه وكذا شيف شاب فات اعطيته اغراض قال لي توني والله انا لك انا حامل بس ما عم بتسائل ولا مرة اتلاقى قلت له اوكي شو نلعبه شو نلعب اتلاقى انت واحد الفكرة هيدي عجبتني قعدت فكر فيها فكر فيها هيك كيف بدنا نجمع هيدا قلت ما قال لي صاحبي انتوني طول فجأة التليفون عنده قلت له قصة واحد من ثلاثة شو بدنا نعمل قال لي بدك تفكر فيها انت قلت له يلا هلا انا بس فكرت طبعا مش اكثر هو كانت بيسكت عليه الله يقوي يا رب طلعوا شوي هيدا اللي بحكي عنه دائما حط لكم اياها على الضوء اللي عم تشوفوه هون هو لية فات تبع الغنمه هيدا يعني بالدندل الوراتيزه يعني اللية تبع الغنم محمصه صغير مقصوصه كثير صغار هي بتكب الزيتات اذا بدكم الفات تبعها بتعطي الريحه بتعطي التحميص على الاطراف بتعطي هالبيض يلي من اروع ما يكون من اروع 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 ما يكون وضروري قبل ما نكفي ناخذ لهم صوره طب توني
عندي سؤال، اليوم مثلا بهالايام يعني هل طنجرة الفول اللي شايفينها هونيك مثلا كم بورسيون بتطلع او كم صحن بتطلع بيها اخر النهار؟ يعني كم صحن في موجود بهالطنجرتين؟ في طنجرة فول، طنجرة حمص تقريبا، يعني اذا بدنا نكون احنا هيك صريحين مع العالم في شيء 40-50 بورسيون يوم بالنهار اللي انت اذا يعني ربنا بعت لك ناس بتقدر تبيعهم بتشيلهم، اكيد خفت عن كثير من زمان. ايه ليك تغير الشغل ما بقى مثل الاول. يعني كل شيء اسمه موظفين هلا اللي بيقبض معاش صار يقبض تلف كيف تلف يعني أي تلف ما في 10% من المعاش تعب يقبض بعد معاشه كامل اللي هو كان يقبض مثلا 2000 دولار صار يقبض هلا 3 مليون اللي هني كنية ما بعرف عمرها بتكسروا وفي منهم كثير بس معاش في شركة سكري هلا عم تتهاور نحن والعالم يعني العالم العاديين اللي ماشي كله طعمه كله طعمه اليوم عم تروح لمحل تاني كله طعمه اللي بلشت من مساعدتكم اكيد كله طعمه اللي بلشت مع كاليفورنيا جاردن اللي بعتنا مبلغ كتير كبير كل هالمبالغ اللي جمعناها اللي عم نرجع نوزعها اليوم رح نعمل شيء انا وياك كله طعمه مش عنا الناس اللي معنا كل هالعالم رح تجي رح اليوم نشتري منك كل شيء كل هول نحن اليوم اشترينا كل شيء من المحل اتفقنا كل حدا بيقطع وبده ياكل بطعمي اذا هو عايز طعمي ببلاش كل واحد فايت على المحل وما معه مصاري بتقول له انت اليوم عم تاكل على كله طعمه بس مصرياتك انا استعملهم تطعمي فيهم بكره بعد بكره بعد بكره اوكي وكل شيء بيبقى بالطناجر وما ما بتوزعهم بناخذهم تعطيهم لجمعيه خيريه اخر النهار اوكي رح تقولوا انه الناس اللي بدها تاكل ما عندها يوتيوب الناس اللي بدها تاكل ما بتعرف انتم فيكم تلفنوا او تدقوا لكل شخص بهيدي المنطقه او بعيد هو وعائلته يجوا اليوم عند ابو شادي كل شيء فول حمص رح يكونوا اليوم ببلاش هول هن مساعده لكل حدا بيقطع تيجي ياكل بمطعم يقعد بكرامه ياكل صحن غير شكل يكون محضر من البوليتور يا اهلا وسهلا وكل حدا بده ياكل ومعه مصاري يجي يساعد يدعم المبادره يترك مصاري لتوني وعلى اليوم عشيه بدي اقلب اللي قديش عم معنا ترجع نخبركم ويكون كل شيء ترانسبيرنت جود اهلا وسهلا جريت يلا بنبلش ناكل طبعا ليتس جو معك يلا بدي ارجع اقول ثانك يو للكل بدي اقول ثانك يو لكاليفورنيا جاردن بدي اقول بدي ارجع اذكر انه احنا بلد بالعالم بدي ارجع اذكركم وميرسي كل واحد امبارح عمل كومنت وقال انه فتح المطار وتحمستوا كلكم عم بدكم تجوا بدي نشكر كل الاشخاص يلي عم توقف حد لبنان وما عم تنسى ارضها وما عم تنسى وطنها وما عم تنسى امها اساسيه اوكي انا عندي سؤال لما تبلش الشبيبة اللي عندك سلامه فيرل شو رح تعمل هلا في عندي شاب تاني خيو مش انت رح تطلع على الدرج يعني لا انا لا 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 غير في عندي خيو كمان شاب طيب وبضايق له معي كذا سنه وسلامه رايح وراجع اكيد يعني رايح وراجع طبعا يعني صار ضغط كثير كم سنه صار له عندك سلامه كثير خطير عندي سلامه اجل عندي صار له 17 سنه بيطلع هالدرج ايه؟ ما رح تطلع انت شوي تجربه كم مره طلعت كثير انا 35 سنه في كثير على الدرج سلامه رح يروح على مصر ليك زبط الشبوبيه زبط الكذا رايح يشوف العائله وان الله رد بتروق الاحوال وبيرجع بالامر بعد 5 سنين انت ربيت هون يعني كنت ولد ساعه الجيل مزبوط يلا الله يقويك الله يوفقك يا رب اوكي يلا شو عم تعمل عم بعمل لا ما عم تعمل شو هول صحن فول زبون لزبون مش هذا اوكي اول زبون بدنا ندبر له مصرياته على جنب طيب يلي منكم اشتاق له لنال بحي معي اليوم ف بتقلكم مرحبا ما فيك تحكي شيء حياتي فيك تقول شيء ما تستحي هذا الصحن مش الي بس فور ذا ريكورد اوكي ما بدي انسى حدا بس ميرسي لماري لوليد لجوزيف لكل الناس كل الناس اللي عم تحضرنا لاريانا ما بدي انسى حدا عن جد ثانك يو سو ماتش كلكم الناس اللي عم توعى كل يوم كل يوم كل يوم بيج بويز على هلا عم بتذكر خليل منه هون اليوم بعد بس خليل سامر مزبوط اليكس ثانك يو سو ماتش
ودينا يلي عم تشوف الكومنتس عم جرب تقول للعالم انه طالع لبنان ثانك يو سو 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 ماتش. عندي اجي اجي اروق اروق صح كنت انا عم بحكي ومش في موسيقى اهم. يلا بلش يلا. بلشت بماري، بلشت بماري، مش معقول انسى ماري. وهي هو بلش شو طريقك حياتك؟ قولي هاي لماري دخيلي. هاي ماري. طيب نحن عم نشتغل هلا، هيدا راح للزبون بلتوه، مشان نضفنا التومات شلناهم من الدرب ما بدنا اياهم. اوكي صار دوري. خلينا نبلش ب الناس اول مره بتشوفك اليوم تعرف عليك، خبرني شو اللي بيعمل فول طيب، شو اللي بيعمل حمص طيب، قديش بده وقت، قديش بده طبخ، شو هالسر تبع هال اهم شيء. اهم شيء بنرجع نذكر انه بالبريستو بتزبطش. لا 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 سي بريستو بالمطبخ غير موجوده. البريستو بمطبخ ما لازم. اول شيء اذا بدنا نستعملها للحمه بتنزل لك الحجم تبع اللحمه بتزبره بتضيع البضاعه. بريستو خلقيتها تنزع مطبخ ما بتظبط غير وقت غير وقت بس هاي هي. طيب الفول قديش بده وقت، الحمص قد بده وقت، هلا من حنشيل حبه تحطها بين اصبعين تشوف كيف بتدوب دوابين بلا ما تلهط بلا ما تصير مثل الزبده بيضل فيه التكستشر تبعها فيها. الحمص الحمص بيعصي ما في خبركم عنه لانه سر المهنه منشان هيك عنده اطيب بليله بالبلد. هلا الفول عادي كثير هين، بتجيب الفول بتنقعيه بالصيفيه بده 7-8 ساعات مش اكثر، بالشتوية بياخد 17-16 ساعة نقع لأنه الحبوب بتخمم بالصيف، فبدها وقت أقل. وبتحطيه على النار، بتحطي له مي بلا كربونات بلا كربونات، بيكنج سودا ما في لا 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 ولا شيء، مي مي بس مي مي فوقه بهالقد بتحطيه على النار، بده غطا مكشف ما بيسوى، وبتطلع تحته وبتنطري تحضر التلفزيون. ليش تنطري ليش للبنت انه هن بس البنات بيعرفوا الحمص؟ ما بيحكي معك عم بيعلمني ايه انا دائما راح اوديك لعنده. ايه صحيح بياخذ وقته زودي كل ما ينقص مي مي سخن بده 10 ساعات 11 ساعه 12 ساعه بيزبط. بيوتيفول. اوكي يلا بنبلش صحن من كل شيء. بدي بس اقول لكم اجا خليل، بدي بس اقول لكم هول الطنجرتين اللي احنا اليوم اشتريناهم انتم اشتريتون هن غماق لجوا طلعوا هول بيعملوا تقريبا اكثر من 40 بورسيون. عم نحكي بين حمص بين فول بين فول بين بليله بين طحينه بين كل هول كلهم سوا. مين ما يقطع اليوم رح اقول له وحابب ياكل او جوعان او الدنيا منا كثير هلا مساقبه معه رح يكون متوني عم بيساعده وعم بيدعمه. اعطيته هلا كله طعمه مبادره بتكفي بمساعدتكم وبمساعده كاليفورنيا جاردن اعطيته اليوم مليون ليره. بهالوقت بدي اقول ثانك يو سو ماتش لأليكس. ثانك يو سو ماتش. اوكي نحن بنكفي؟ نحن بنكفي يلا نعمل لك بعد انا صار لي من 7 ناطر صارت 7 ونص بعد ما عملت لي شيء. يلا يلا بليلة اللي هي كثير حلوة بعمل لك لقمة هي بتجي. اوكي خلينا نحكي عن الفول، خلينا نحكي عن الحمص. هيدا الحمص هيدا الصحن السحري، هيدا اهم صحن عند توني. عم نحكي طلعوا الحمصات ما بتشوفوا هيك شيء بلبنان بلا قشر بلا قشر. هاي الحبة ترجينا بتدوب دوابين بتفرط بلا ما تكون كتير معوسة التكستشر تبعها بتاخد طعمتها رائعة. هذا الصحن اسمه بليلة. البليلة تبع توني فيها ملح بهار حلو أسود كمون. هو الكمون السحر يعني هو كمون الأساس وشوية حر زيت زيتون كثير. بيوتيفل بيوتيفل بيوتيفل. هيدا الصحن بيدوب. هيدا الصحن عن جد ماي فيفورت اي لاف ات. بيحرز
تجوا من وين ما كان بالدنيا تتشوفوه تدقوا. اوكي نيكست بدنا نرجع نعمل لهم السيمفوني. السيمفوني هلا بدنا نعمل صحن حمص. صحن حمص. اوكي اوكي الحمص كل العالم تعمل حمص البيت تعمل حمص بس ليش في حمص وحمص؟ ليش في حمص صار بيكون بالبراد بيصفر وفي حمص ما بيصفر؟ ليش في حمص طاري هالقد؟ طب شو هو الحمص؟ هو الحمص في مشكله مع اللي بيعمل حمص. في ناس بتعمل هو اذا جبتي 5 كيلو حمص بدك تعمليه حطيتيهم على النار تيصيروا حمص بده ينقصوا بصيروا 4 كيلو. في كثير ناس ما بتقبل يصيروا 4 كيلو يعني بدها تخلي القشره. عرفتي كيف؟ اول شيء بالحمص بدك تشيلي له قشرته. بدك تشيلي له قشرته بتغير طعمه كليا. هو القشره كنهايه تبع الحمص ما بتفيد بتضر بتعمل نقا. بتزيد الكميه ببطل الحمص يطلع معك كريمه بصير يطلع هيك البرغر انا ما حبيته. المهم بجيب له دايبه والطحينه بدك تتعامل مع طحينه طازه مش طحينه السوبر ماركت يعني مش غلط انتبهي بس انا بجيب طحينه بتكون عمرها يعني مطحونه من امبارح او من امبارح بجيبوا لي الكميه لالي بتضاير عندي الجمعه. هيدي القصه بين الطحينه تبعيتنا والطحينه تبعيت السوبر ماركت بس كله طازه بس بدك تعرف امتى بتكون طازه بالسوبر ماركت. حتى لو ما دقته بس ساعات بتشوفوا شخص عم بيحكي هالقد بشغف عن الاكل وعم بيحكي هالقد بمحبه وبمعرفه وبتشط رايلته وهو عم بيحكي ويكون هالقد بحب الاكل ايه لا لزانه ما فهمين شو عم بيعمل هذا الحمص. بحب اجي لهون بس اتروق معك يا توني بتعقد حبيبي. اوكي اكيد الزينه بالاخر في ناس عم تسأل عن فاضل بعلبك فأنا بنقول لهم الحقيقة إنه بيضل نايم للتسعة يعني صبي بيسهر بالليل بطول السهرة الصبي بطول ما بعرف مع إنه ناطرينه مع إنه هو قال لي جايين الصبح ما بعرف من هو الساعة 8 بتعرف العبارة؟ مكتوب على ورق الخيار اللي بيسهر بالليل ينام بالنهار منيحة ما كنت بعرفها لا اوكي هلا جا 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 عمل لي لفت الفتله القصه كلها اوكي نيكست نعمل شويه فول اوكي توني صعبة واحد يعمل الطحينة بالبيت؟ لا مش صعبة يعني بدك تحمص السمسم وتحطه بالمجمس؟ لا او ماي جاد ما بتحمص السمسم واو بيج بويز سبيتشلس عن جد سبيتشلس ثانك يو حاولوا هلا $100 أسترالي بيك بويز يلي أكيد رح تعرفوا عليك شي نهار ثلاثتهم بعقده يا هلا ستيفي بيشبهك شوي حبيبي كثير ناس بتسألني عنك مازن هلا هون كمان عم بيحضر مازن بيسألني دايماً عنك يعني كتير مقهور ما قدر يجي بيج بويز بتعقدوا ميشيل ستيفن بتعقدوا كلكم اللي هو الفاميلي عن جد بالقريب يوصل هلأ عم نشوف بعضنا كل يوم يعني هن بيشوفوني يمكن أنا ما بشوفهم بس حسيت بتصير تحس إنه إحنا عائلة واحدة كلنا مع بعضنا بنشتاق لبعضنا في ناس هلأ ساعة 3 الصبح ما بيجوا القريب ما بعرف كوين قريب 12 ساعة يعني. لا في هون مثل فاضل مثلاً فاضل سوري هيدا صحن الفول هيدا الزلمة unbelievable اوكي next هلا منين ياكل بس خلص شو اسمه مصبحة بليلة مصبحة مصبحة هلا انا وطني رح ناكل انت هول الك
حراب؟ مش حرير. بيزبط. طحينة؟ ايوه. حامض. ملح. طيب انت عم تشتغل، خليني خبرك انه في كندا معنا وتايلند معنا والسويد واوكرانيا يا هلا وامريكا كثير من الولايات يا هلا وكويت الصين قطر العراق وجهنا نحو الشرق يعني فرنسا كاراكاس كاراكاس سلمولي عم بحكي بس معه كنت عم بحكي رجع بلش جابلش يلا تعيب هم بيقولوا اوكي سلطان عن جد ثانك يو سو ماتش كلكم. مش عم بعرف شو بدي اقول يعني انا زلمه كثير بستحي وما بعرف اعبر. ثانك يو سو ماتش. لكن الفرق بين البليله والمسبحه، البليله هي حمص بس. البليله هي المسبحه هي حمص مع طحينه. ايوه مع حامض ومع ثوم بما انه انت ما بتاكل ثوم هي البلد. كيف واحد بيجي يقول توم على بكره يروح على الشغل بشرفك ما بيهدمهم بيقعد يحس حاله بنعسان كل النهار. يلا نبلش نتروق. يلا ناطرني طبعا. يلا ليتس جو. عنا هلا ترويقه احلى 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 بارت ساعة التوني بيقعد بياكل، هيدي احلى بارت. يلا بس تاخذ كم صوره. بعد عندك خبزيتها كيف بيعملوا اللقمة غير شكل من هيدي. يلا طيب الشبصاح تعلمتها من الشبصاح بمرة كنت عم باكل بيض بيقطع شبصاح بنت بتفضل قال لي بطلع بيض اللقمة هيدي فرجينا كبر اللقمة أول شيء. اللقمة اللي عملها هو كيف بدي عملها هو عمل لي هيك أنا ما بدي يعني فتح هيك انا هو الله علمني الطريقه عامل هيك بغطي البيض بيعمل هيك ما بيظفر ايديه بشيله طلع معه نص الصح ابدا اكل قد هي على مرتين انا بخبرك لما بفوت طلع عم نحكي عن هيدي اللي هيدي هون الشقف هون الاساس هون كل شيء هو الشقف الصغار ما حدا تاني بيعملها ولانه اللي فيها الفات لازم سو بتلف على الاطراف على الاطراف هون بتتحمص مظبوط من تحت محمصه بتلفوها هيك شو هالشغله الكبيره شغله ثانيه عم توني قد صار لي بيجي لهون سنتين ولا مرة وحدة من هالبيضات مفقوشة بالنص. كيف تعمل؟ ليش اللي كيف تعمل؟ هلا بتقصهم سكين ساموراي يعني؟ إيه والله علمهم الشباب. طلعت البيضة. طلعت في أكون إيش؟ تشطبها. بس هلا لا في مصاري ما في مصاري هلا قوي
صار وقت اهم صحي كنا عم نحكي عنه. تاخذوا شايف الخبز وتاكلوا صحن بليله وحدكم، عن جد وحدكم تاكلوه وحدكم، لانه طلعوا وقفه الحمصه، كل حمصايه حدا الثاني، وساعات بتحطوها بتمكن بتدوب ذوبان وبلا قشر. هيدا الشيء وحيات الله، هيدا الشيء ما بتوصفه كلمات، هيدا الشيء is beyond words. كلمة تانية رح اجي بعد كم اوردر توني، رح نشوف هيك، نرجع نشوف كم اوردر وبعدين نرجع نقول لكم باي تنكفي. هيدا الشيء كارو انتوني شي خويت. يا هلا. هذا صحن بليلة تاني، هذا بليلة أسلوب كرماله يعني. ايه أساسا ما بحطوا له توم. لا 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 بليلة لا، حمص لا توم ولا حمص، حمص بس وبهارات، بس حمص وبهارات أبدا. هاي بليلة، بليلة تبعيد بيروت، بليلة القديمة، بليلة البرج. هاي بيطمنوا عنك انا ما عم تاكلي، يعني عن جد فكروني انه بعدك ولا اكل. انت هيدا رايك اكثر شيء؟ ايه طحينه وحمص بلا خبز. يا شو الخبز؟ ما له معنى. بعد هيك لقمه بعد شوي طفي. انا في عندي هول اذا خلصنا. ايه بس ولا اتفلش. كمان سبيساليتي تانيين ما شفناهم اليوم. هلا عم بعمل فته بالطحين. اوكي. بيقولوا لها فته بدويه كمان. فته بطحينه؟ ايه. هلا عم بعمل. ما عملنا فته قبل. ايه؟ ما عملنا فته، ما اهتميت فيي. ما قلت لك فته، قلت له لا. طيب يلا فته بطحينه او فته بدويه، شو هي؟ هي فته بس تبعولها مش اللبن. بعيده عن اللبن. تيجي مع حمص. حمص سبيشال فته، اجمالا نحن بنعرف الفته هي لبن ايه وخبز وحمص ومكسرات. طلع شوي هيدي حمص اول شيء، طلع مية الحمص، مية الحمص كثير بدي حسن. اعطيني ثانية. مرسي حسي، ما بعرف شو الاسم بس ثانك يو سو ماتش. منكفي الفتة لكن حمص ومية الحمص تقلبهم بيصيروا شكله مثل طحينة. ايه. بعدين. ما رفت. زبدة. دايما
فته بدها زبده وبدها قلوبات مقليه، هن اللي بيعملوا الصوت بالاخر على اللبن المسقع او على الطحينه المسقعه. الطحينة ما فيها حليب، ما فيها لبن، ما فيها. لا هيدي فتة اللي عم نعمله، فتة الطحينة مثل ما شايفين ما فيها ولا لبن ولا شيء عليها بالحليب. فتة اللبن فيها حليب. خلص صار شكلهم شوي مثل البليلة. لوبريتك بلشنا نحمصهم، لوز بنحط عليها الحمص. شوية طحينة زيادة. هوني انا بدك تقلي هاللقمه الصغيره اللي تروقناها سوا شبعت؟ بدك تاكل مظبوط؟ لا 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 يا وين صار حد يصور خلاص سيزلينج. طبعا ما قصص نوبر لانه هي ما فيك تعرف عليه. في ناس غيرانه، في ناس غيرانه على كيف انا بضلني عندك. قال ليش انا بضلني اجي لعندك؟ قال لهم ليش انا بضلني اجي لعندك؟ طيب ليه ما بيجوا معك؟ شفت كيف؟ اه تعرف لانه زلمه بينحب، لانه قريب على القلب، لانه ايه يجوا تعرف مثل ولد صغير طيب بشكل مش معقول، واكلته روعه روعه روعه. كيف؟ ناس عم ناطرة انه نرجع نطبخ انا وياك. شو بدنا نعمل؟ عينتن عندي فكره، ليه ما بنطلب منكم تقولوا لنا انتم شو بدكم نطبخ؟ منيحه فتحت احالي هلا. طيب لا لا اوكي، وين صرنا؟ هلا شو مندوق؟ ما بلشنا بعد. ايه مزبوط، بلش بدي اكل. بدي بانيلا. طيب نحن نذكرهم، نحن نذكرهم شو عملنا اليوم. نحن نذكرهم انه نحن اليوم اخذنا كل شيء، كل حدا وصل لهون، كل حدا تعرفوه، كل حدا قاطع من هون عم بيقول او توني بيشوفك عم تخبرني هلا، لما رد بيقطع ناس قدامه بيقول له بحس انه منه مرتاح، بفوت بيسال عن السعر بيقول له اقعد ما تعطى الهم. اليوم اخذنا كل شيء بس نرجع نفرجيهم تنأمن انه الامانه وصلت. مليون ليره. وان الله رد نقدر نطعم فيهم قد ما بنقدر ناس، وضل انت قد ضلك انت مكفى والله يقويك. وهيدا الدرج اللي عم بحكي عنه ان الله رد يبلش يطلع عشو. عم تتعب فيهم هالاكلات حرام ترجع تروح. حرام طبعا حرام. كل هالاكل وكذا بدك تحط تعمل سبور يعني. كله تعب بكفي. ثانك يو لكم، ثانك يو لكالفوريا جاردن. ميرسي اللي عم تقعد كل يوم الصبح نتروق مع بعضنا. ثانك يو سو فيري ماتش. نحن هلا بنتروق بنقعد على رواق وبنرجع نلتقى او بشي بعد الظهر او دايركتلي ابتداء من بكره. بكره جمعه سبت احد، ثلاث ايام بشوف حلقه بتاخذ العقل. اكيد في لايف كل يوم واكيد في اكتشافات كل يوم، اشياء كثير. ابو توني بجل الديب. اه هيك طلع فجأة من الارم من برا. بكون انت بس ترك لي شيء. ايه يلا نطلع. بس ترك لي انه ما بدي بهيدا كل بيت. يلا هيك افرجيكم المحل وين نحن، وين موجود على جوجل مابس. وبقول لكم باي.